فلاش سبور. صباح النور الناس الكل. اليوم حصة تدريبية أخيرة يجريها المنتخب الوطني التونسي بملعب بتروجيت استعدادا لمباراة الجولة الختامية من منافسات المجموعة الخامسة اللي كان مصر 2019. كل الأخبار والتفاصيل حول برنامج اليوم ناخذوها في المباشر مع مبعوثنا إلى مصر كريم مقني. كريم صباح الفل. صباح النور الياس، تحية ليك ولكل السادة المستمعين. بالفعل جي موانزا على المباراة الفاصلة، مباراة الحسم للمنتخب الوطني التونسي للتأهل إلى الدور القادم من كان مصر 2019. غدوة إن شاء الله المباراة 8 متاع الليل بتوقيت تونس، 9 بالتوقيت المحلي. تونس إن شاء الله باش تواجه منتخب موريتانيا. على كل برنامج اليوم، اليوم منتخبنا يختتم تحضيراته بعد شوية 10 متاع الصباح بتوقيت تونس، باش تكون ندوة الصحفية لمنتخب موريتانيا 10 ونص متاع الصباح بتوقيت تونس، أي بعد بنص ساعة ندى الصحفية لمدرب المنتخب الوطني التونسي لانجيريس اللي باش يكونوا معه وسام الحدادي الملاعبي اللي باش يكونوا معه في الندوة الصحفية. كيف كيف العشية التدريبات باش تكون 5 ونص بتوقيت تونس، باش تكون مفتوحة 4 ساعة أولى للإعلاميين ودون أخذ التصريحات وفق ما تنص عليه لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وقبلها بساعة 4 ونص بتاع العشية، ديما نحكي بتوقيت تونس، باش يكون الاجتماع الفني الخاص بالمباراة والأقرب من الاجتماع الفني باش يتم تحديد بعده إنه المنتخب الوطني التونسي الأقرب إنه مش يلعب باللون الأحمر، بما إنه المنتخب الموريتاني مش يلعب هو باللون الأبيض. بالنسبة للملاعبية وحالة الملاعبية الياس، الحالة الصحية لأيمن بن محمد كريم، كان صبرت راك حاجيت ياليس، أيمن بن محمد يمس تدرب على انفراد، دونك أيمن بن محمد مش باش يكون حاضر كما قلنا منذ أمس وليمس، مش باش يكون حاضر مباراة غدوة أمام المنتخب الموريتاني، ولكن بعد المباراة تاع غدوة مش يعمل فحوصات لأكيد أنه باش يكون حاضر في المباراة القادمة. نذكر فقط أنه راه المنتخب الوطني التونسي في صورة التأهل إن شاء الله غدوة في المركز الأول أو المركز الثاني، يزمو ينتظر شكون المنافس نتاعو لأنه مازلت مش واضحة البطولة بنظام 24 منتخب إلى حد الآن، مع تأهل 4 أفضل ثوالث الترتيب بالنسبة للمجموعات الستة. ذلك زاد أنه الدور الربع النهائي يعني ثم تقريبا 5-6 أيام بيا برشا من كل الملاعبية وبن محمد بشير كوبيري وأيضا حتى الملاعبية الأخرين كما الفرجالي سيسي وغيره انهم يخدموا اكثر وايضا يوسف المساكن يخدموا اكثر يكونوا جاهزين خاصه بدنيا في النصف الثاني من هذه المسابقه. في انتظار ان شاء الله غدوه الاولاد ما يعني ما يحشموناش وما يسافروناش وينتصروا، لانه الحقيقه كيف تشوف المغرب تشوف الجزائر تشوف مصر تشوف المنتخبات العربيه الكل بما فيهم حتى موريتانيا اللي لاول مره يتأهل يتسمى عمل نقطة وعمل حاجة باية برشا في مسيرته. كريم شنو قال طبيب المنتخب التونسي سهيل الشملي فيما يخص الحالة الصحية لأيمن بن محمد؟ هو الحقيقة الشملي كان أكد أنه بن محمد مش باش يكون موجود المباراة القادمة مع المنتخب الموريتاني، ولكن طمن الجماهير التونسية على الحالة نتاعو. هاو نجمو نسمعوه في هذا التصريح لموقع الجامعة التونسية لكرة القدم. ايمن عنده برنامج نتاعو اليوم، احنا اليوم نهار ثاني معناها من بدينا البرنامج التاهيلي نتاعو هو، الحمد لله الوجاعة معناها نقصت بقي معناها بصفة كبيرة ياسر تقريبا 90% ما عادش عندنا وجاعة، وقاعد نخدموا في نحضروا في ايمن ان شاء الله معناها نهارين يبدا حاضر الكرة يمس الكرة شوية، ما عندنا ديجيست ما يسموش عملهم، فما يدخل نجم يدخل بالكرة ينجم يمشي يشوت على بيجانجا بالكرة ينجم يعمل دي ديبلاسمون بالكرة، مي فما ديجيست ما نجموش عملهم كيما مثلا تير بالانتيريور كيما اون بريزيرفي، حتى اللي نحضروها احنا معناها ينفوا يحضر يحس ما عادش عنده وجاعة توتال ما وقتها نعملوا ديجيست كل بالكرة. دوك هذا طبيب المنتخب التونسي سهيل الشملي. كريم شكرا لك، نرجع لك في قادم المواعيد الرياضية. الكاف عين الحكم الرواندي لويس حاكيزمانا لإدارة ماتش تونس وموريتانيا بمساعدة أرسيني مارينغوي من الموزمبيق وسيديدي سيديكي من غينيا وباسيفيك ندهبا وين مانا من بوراندي في خطة حكم رابع للمباراة. في نفس السياق تعين الصادق السالمي حكم لمباراة البنين والكاميرون اللي باش تدور غدوة بمساعدة يمن الملوشي وهيثم جيرات اللي باش يكون في خطة حكم رابعة. نواصل مع الأجواء الأفريقية. العنوان الأبرز لمباراة البارح، مصر هي الوحيدة اللي تأهلت بالعلامة الكاملة ومدغشقر تفاجئ الجميع وتتأهل على رأس المجموعة الثانية في أول مشاركة في تاريخها. دونك في البول الاولى الفراعنه فازوا البارح على اوغندا بهدفين لصفر بفضل احمد المحمدي ومحمد صلاح، في حين انقاذ منتخب زيمبابوي لهزيمه ثقيله
أمام منتخب الكونغو الديمقراطية برباعية نظيفة. الترتيب في المجموعة هذه: مصر في المركز الأول بتسع نقاط، ثانية أوغندا بأربع نقاط، الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث بثلاث نقاط، وزيمبابوي في قاع الترتيب بنقطة واحدة. في البول الثانية مدغشقر بلد رئيس الكاف أحمد أحمد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بنيجيريا والفوز عليها بهدفين لصفر. في المقابل غينيا فازت على بوراندي بهدفين لصفر كذلك. الترتيب في المجموعة ذي: مدغشقر في أول مشاركة لها في تاريخها في كأس أمم أفريقيا تحتل المركز الأول وتتأهل بطبيعة إلى دور ثمن النهائي. قلت المركز الأول في المجموعة الثانية بسبع نقاط، ترك خلفها نيجيريا بستة نقاط في المركز الثاني، غينيا في المرتبة الرابعة أو الثالثة عفوا بأربع نقاط، وبوراندي في المركز الأخير دون رصيد. اليوم تختتم منافسات المجموعة الثالثة والرابعة. نبدأ بالرابعة على أساس أن مقابلاتها تبدأ الخمسة متاع العشية. ناميبيا في المركز الأخير بصفر من نقاط يواجه الكوت ديفوار صاحب المركز الثاني بثلاثة نقاط، والمتصدر المغرب بستة نقاط يواجه جنوب أفريقيا اللي عنده ثلاثة نقاط. في المجموعة الثالثة لمقابلاتها تبدأ ثمانية متاع الليل، الجزائر ستة نقاط ضد تنزانيا اللي ما عندها حتى نقطة، والسنغال اللي عندها ثلاثة نقاط تواجه كينيا اللي عندها ثلاثة نقاط كذلك. الختام بالميركاتو في الكرة الأوروبية، رسميا المدافع الأوروغواياني دييغو غودين ينتقل إلى إنتر ميلانو بعقد مدته أربع سنوات قادما من أتلتيكو مدريد. متوسط ميدان المنتخب الفرنسي أدريان رابيو وصل إلى تورينو تمهيدا للانتقال إلى يوفنتوس من باريس سان جيرمان. وفي نفس الإطار اليوفي تعاقد رسميا مع لوكا بيليغريني قادما من روما بعقد مدته أربع سنوات مقابل 22 مليون يورو في انتظار بتبيع وصول مدافع أياكس أمستردام ماتياس ديليخت. أكثر تفاصيل على أخبارنا على ديونافم.net.